سخرت مصالح أمن ولاية بومرداس كافة الإمكانيات البشرية والمادية لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث ستكون هناك فرق عملياتية متكونة من فرق شرطة المرور وفرق البحث والتدخل. مهامها ستكون حماية الأفراد وكل العائلات المتوافدة على ولاية بومرداس لكل الفضاءات وكل المرافق العمومية، كما ستقوم هذه الفرق بتأمين تنقل العائلات والأفراد فيما يخص محطة الحافلات وكذلك محطة القطار وكل النقاط التي يتم فيها نقل المسافرين. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك عمل مشترك من أجل حماية الأفراد والممتلكات خلال تنقل العائلات بهذه المناسبة. ستقوم هذه التشكيلات الأمنية بتأمين كل المرافق العمومية ومن بينها أماكن العبادة، أيضا الفضاءات العمومية، كل الأماكن التي يقوم أفراد والعائلات بالتنقل إليها.